واد يا محمود هات وانت جاي نش قطايف ونش كنافة عشان نفشي فيهم ازيك يا حاجة ورمضان كريم رمضان نجل يا حبيبي وكريم نايم هاتهم انت <applause> لا يا حاجة انت اتصلت برقم غلط هتعمل معايا الغلط اه يا قليل الادب اصل ابوك معرفش يربيه يا حجة انا مش محمود امال انت مين يا قليل الادب يا حاجة ما تغلطيش بقى بقول لك الرقم غلط. ده أنا اللي هشيلك الزلط يا واطي وحياة حنان أما أشوفك لا همدك عليها. عيب بقى حاجة بقول لك أنا مش محمود الله. أمال أنت مين يا قليل الأدب؟ ما تغلطيش بقى أنا محمود. سمير. سمير يا حاجة مش محمود. عندك بواشير يا حبيبي يا ابني. يا حاجة بواشير إيه يا حاجة؟ عيب اللي أنت بتقوليه ده. خلاص يا حبيبي مش همدك عليها تاني. ما كفاية بقى يا حاجة قلة قيمة قلنا الرقم غلط وانا مش زفت الطين محمود امال انت مين يا قليل الادب يا بقى <applause> يا حاجه لولا انك ست كبيره واحنا صايمين كنت قفلت السكه في وشي عايش تتف في وشي اه يا قليل الادب يا واطي يا حاجه ارجوك اسمعيني ايوه مين سامعني كويس ايوه قول طيب انا مش محمود قول بتقول ايه مش شامعه انا مش محمود امال انت مين يا قليل الادب حرام عليكي بقى حاجه ده كان يوم اسود يوم ما رديت عليكي فيه ده ايه اليوم ده يا ربي هتفطرين لي ايه حاجه بقى حرام عليكي بقى وربنا <applause> انا اشفى يا ابني شكلك كبرت وخرفت واتشلت برقم غلط لا <applause> بالله طيب اهدى ايه يا حاجة اهدى خلاص حصل خير انا والله العظيم من بدري عمال اقول لك انا مش محمود امال انت مين يا قليل الادب <applause> انا مش محمود وربنا انا مش محمود